بحلقة طول خليفة الليلة. لو ما استقالوا النواب هل كانت سقطت الحصانة؟ شو رح ترد بولا يعقوبيان على الحملات والاتهامات اللي عم بتطالع؟ بلبنان أهالي الشهداء بينضربوا إذا بكيو وممنوع رفع الحصانات عن المتهمين. القمصان البيض نظامنا الصحي فاشل وما رح نقبل باستخدام الدواء الإيراني. بسبب عدم الادعاء على المتهم بتزوير اللقاحات بالبترون، النائب فادي سعد بيتقدم بإخبار للنيابة العامة. حرمين طالب طب بالجامعة اللبنانية من امتحاناته واتهامه بالتعاطي، والسبب رح يصدمكن. توني خليفة الليلة 9:30 المساء مباشرة على LBCI وصوت بيروت انترناشنال.